بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله تعالى في ربوع مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في 21 من شهر الله المحرم عام 1440 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 2018. ونحن الآن نجول في مسجد الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في الساعة 9:30 صباحا صباح يوم الاثنين. ويوم الثلاثاء الماضي، يعني قبل أسبوع من الآن، في 15 من شهر الله المحرم، خرجت آخر طائرة لحجاج بيت الله الحرام. يعني أننا الآن في هذه الفترة من كل عام، وهي الفترة التي يكون فيها المسجد النبوي مهيئاً لاستقبال من أراد اغتنام هذه الفرصة العظيمة. فبادروا بادروا يرحمكم الله تعالى. كما ترون الساعة كبيرة والأماكن سهلة ميسرة لمن أراد اغتنام الفرص واغتنام الأعمار واغتنام الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأنوار التي تتضوع وتضيء جنبات هذا المسجد المبارك الكريم، انظروا أيها الأحباب، انظروا إلى هذه الطرق العظيمة وإلى هذه النواحي الكريمة من مسجده الحبيب صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ندخل إلى القنطرة بين الحصوة الأولى والحصوة الثانية، وهنا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا خاتم رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كما ترون أيها السادة الكرام، هذا الفاصل الذي يفصل الحصوة هو لزيارة النساء في هذا الوقت الصباحي، وأما الرجال فزيارتهم ميسرة سهلة طوال اليوم والليلة. وكما ترون أيها الأحباب، فإننا نسير في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدود المسجد القديم الذي كان إلى وقت حياته الشريفة الكريمة صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها السادة، هذا باب الرحمة أو باب عمة النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة، السيدة عاتكة بنت عبد المطلب. وهنا عدوا معي، هذا عمود، 1 2 3 4. وطبعا هنا أسقطنا هذا العمود، نعيد العد، 1 ثم عمود الرخام، 2 كما ترون، 3 4 5. انظروا في الأعلى، حد مسجده عليه السلام، هذا حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بعد أن وسع بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر. انظروا أيها السادة الأحباب، وانظروا نحن الآن في جنبات المسجد القديم المبارك الطيب الكريم، انظروا إلى سهولة الدخول في هذه الأيام. بادروا في طلب الأجر والقربات والمغانم الكثيرة، بادروا بزيارة حبيبكم ومولاكم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كما ترون يتيسر الدخول بشكل سهل للغاية إلى الروضة النبوية الكريمة. كما ترون نحن نقصد الآن بسهولة ويسر بالغ، وهذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستطيع الدخول بشكل ميسر بفضل الله تعالى، الحمد لله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا خاتم رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي أبو بكر الصديق، السلام عليك يا سيدي عمر الفاروق، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء، نشهد أنكم قد أديتم الأمانة، بلغتم الرسالة، ونصحتم الأمة، وجاهدتم في الله حق الجهاد، جزاكم الله عنا خيرا كثيرا، وجمعنا بكم في مستقر رحمته. انظروا أيها السادة، انظروا أيها الأحباب إلى هذا الخير العظيم. هذا هو الموضع الكريم العظيم
عند محرابه الشريف صلى الله عليه وسلم كما ترون أيها السادة الأحبار. في هذا المنظر الأخاذ الجميل، وهنا يقف أئمة الحرم يصلوا بالناس الصلوات الخمس، وهذا الموضع هنا يمين المحراب، هنا هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا وضعت رأسك هنا فأنت تقترب من أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه هذه الأسطوانة، وهي المسمى بالأسطوانة المخلقة، وعليها قد علق المصحف الإمام. كما ترون أيها السادة، هذا المكان الشريف العظيم الذي نضع عنده رؤوسنا عند أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. كما ترون أيها السادة، وهنا يتم النفاذ إلى الروضة، أي يتم النفاذ إلى الممر الذي يفضي إلى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع أمامنا باتجاه دار السيدة حفصة بنت عمر. وهنا شباك السيدة عائشة، الموضع الذي كان يسلم المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيه مئات السنين، مئات السنين كما ترون أيها الأحباب، كما ترون أيها السادة الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. بادروا أيها الأحباب، اغتنموا، اغتنموا أن تضعوا رؤوسكم في هذا الموضع المشرف الكريم الطيب الطاهر، فإن العمر ساعات وأيام ولحظات ويمضي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الفضل العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه أسطوانات الأساطين الكريمة في المسجد النبوي. السلام على سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدنا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، وشفيني وقتلت ورحت ورسلت ونصحت الأمة وجعلت في حق جهة، جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، وجعلنا بك في مستقر رحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير. انظروا إلى السادة الأحباب، انظروا إلى هذه المواضع الكريمة العظيمة. والآن يخرج الخارج من الروضة الشريفة المباركة الكريمة الطيبة للسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا سعده ويا فوزه من أتى إلى هذا الموضع الكريم وسلم على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هنا السلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الكريم الصديق وصاحبه العظيم الفاروق رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وجمعنا بهم في فردوس الجنة الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، الحبيب الله، خير خلق الله، خاتم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا خير خلق الله. هنا الموقف العظيم الكريم للمسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله. وهكذا أكرمنا الله تعالى بالسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فسلمنا على رسول الله وعلى صاحبيه. وهنا هذه الآيات الكريمة المنقوشة
وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نقشها الخطاط عبد الله زهدي أفندي رحمه الله تعالى منذ مئات السنين، وهو من أحفاد سيدنا تميم بن أوس الداري رحمه الله تعالى ورضي عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأطفال والكبار والصغار يأتون جميعا للسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والتأدب في حضرته والدعاء له بالوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، ونقول جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، نشهد أنكم قد أديتم الأمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم الأمة وجاهدتم في الله حق الجهاد، فجزاك الله عنا خيرا يا رسول الله وجمعنا بك في مستقر رحمته. أيها الأحباب، هذه هي الساعات المباركة الطيبة الكريمة، هي أشرف وأصفى وأجمل لحظات العمر عندما نأتي إلى مرابعه صلى الله عليه وسلم. فبادروا أحبابنا، بادروا إخواننا، بادروا إلى زيارته صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، من كل قريب وبعيد ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. ويا أهل المدينة المنورة، أخلصوا إلى مسجد نبيكم كل وقت وحين من ليل أو نهار، واعتكفوا وأطيلوا وامكثوا فيه الساعات الطوال، وانعموا بهذا الجوار. أيها الأحباب، الشعور لا يوصف، الشعور بالسكينة والنور والراحة شيء عجيب، شيء لا يمكن أن تترجمه الكلمات. حقيقة لا أملك أن أقول شيئا أمام هذه المشاعر الفياضة والرحمات الغامرة التي تنزل على عباد الله تعالى في هذه المرابع الطاهرة. يأتون بفضل الله تعالى عليهم فيصلون ويقرؤون كتاب ربهم ويدعون خالقهم ويسلمون على خير خلق الله، ويطلبون العلم النافع في جنبات هذا المسجد الطاهر، ويحصل لهم من خيري الدنيا والآخرة ما الله به عليم، رفعة وعز ورحمة وبركة من لدن رب العالمين. فالحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله. ادخلوها بسلام آمنين، ونسأل الله تعالى ألا يخرجنا من بلد نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا يطردنا عن جنابه الأغر، وألا يبعدنا بذنوبنا، ويرزقنا حسن الأدب في جنابه وجواره الكريم، يرزقنا التأدب البالغ في كل ما يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم والإقامة في مدينته الطاهرة الطيبة. هذا، ونختم بحمد الله وتوفيقه وتيسيره، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.